انا ما اتخدعتش في حد، مش بتخدع في حد خالص، مش بتخدع، بس انا بحب اعمل اللي عليا. كده كده كان مشتكي لي ان الناس بتضربه، وناس خطفته، وناس عورته، وناس مش عارف منع عنه يغني ومش عارف ايه والكلام ده، بس فقلت غلبان يعني مش لاقي حد في ظهره بتاعه، وانا بكره ان حد يكون كده. بس ما كنتش بقبل عليه كلمة يعني، فبدأ بقى ان هو يعمل حاجات وسخة كده خالص كده، وحاجات من حاجات انا ما بحبهاش وبكرهها بين اي حد من صحابي يعني. انا هبقى اعمل بوست كده اقول كده لو ما كانش فيه باتيستوتا في الساحة، كان مين اللي كان ممكن ما يكونش معروف. لا خناقة زارة انا كنت محذرة قبل كده ان هو ما يتكلمش عليا مع حد، وعملها تاني مرة وتالت مرة. كنت انا عامل بلوكات لراع وشستر والناس دي، ولقيت في عيل عمل فيديو بيتكلم فيه ان هو لو شتمني بأمي يعني محدش هيزعل والكلام ده، وعامل منشن لزارة وحلمي ان هما رأيهم يعني حلمي قال بر عني يعني كده بالنسبة لي حلمي عادي، وزارة قال له شوت بس. وانا كنت محذر زارة قبلها مرتين ان هو ما يتكلمش عليا مع حد يعني، ولا حتى يكون في صفي يعني، مش عايز حد في صفي ولا حد في صف اللي قصادي يعني. بس وقلت له هعورك في وشك، ولما شفته تاني يوم عورته في وشه. هو اللي هتلاقيه كده ده يعني، بص مثلا، بص اقول لك على حاجه يعني، مثلا ممكن يقول لك كلمه شبه دي، يا اما بروديوسر يا اما هو فيل لحد انا مثلا فشخته في حاجه او شتمت فلان او كان معايا مشاكل كده، فاهم؟ يبقى كده. بعدين انا مش اشتغلت 10 سنين مع نفسي عشان بعد كده اروح جاي مفهم بقى الناس وبتاع والكلام ده، مش الكلام ده، كتر الشغل يفهم الحمار. ولو فعلا يعني انا بسرق وبعدل وبس وبتاع، وان انا مش بروديوسر، في 350 بيت على اليوتيوب واكتر من كده كمان، استحاله كل دول يكونوا بروجكتات يعني. لا متهيألك، انا التراكات انا لازم ادرسها. التراك مثلا شباب اللي انا مثلا عملت انا اسكندرين 2، بعد كده عملت اللي هو بتاع نو كومنت، الاتنين غير بعض خالص، الاتنين ملهمش دعوه ببعض نهائيا، كل تراك بشكل تاني. بس ف اليومين الجايين دول في تراكين، تراك الفا ميل ده كليب، وتراك على الطريق ده انا اوبرز ده خلاص بس بيتمستر خلاص، واولد سكول كمان بقى لي يمن جدا ما عملش اولد سكول، فنزل مع اولد سكول فيها يعني، وتراك في الطريق طريف يعني، مش رخم. نعملش برنامج مسابقات، حلو قوي، والحلو اكتر ان لو في حد بس معاه مثلا كاميرا او حد تاني معاه كاميرا مثلا، وواحد بيعرف يحاور، حد بيعرف يسأل، حد بيعرف ان هو يتعامل كمذيع او كمقدم يعني، مقدم للبرامج يعني وكده، يسأل الرابرز هيلاقي في اجابات كتير لاي حق. في ناس كتير نفسها تسمع اجابات يعني، ناس كتير بالنسبة مثلا الرابرز في مصر وكده، لو حد اهتم بالفكرة دي وصور برنامج ويهتم انه يرفع يوتيوب عشان الناس كله تشوفه، ده هيحقق له هو ربح كبير جدا فشخ كتير 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 يعني، بمساعدة الناس طبعا، وهتظبطه هو، هتظبط المجال، هتظبط الدنيا كلها. ابو يوسف خالص لا طبعا، ابو يوسف ده بني ادم مجتهد اصلا جدا، مكنة شغل، انا بحب الناس اللي مكنة الشغل. لا في ناس كتير كانت بتحسبني ان انا كنت نزلت في التراك مع بتاع نو كومنت دوت ان انا اللي في مشاكل مع ابو يوسف وبتاع، بس الأغبية يعني الناس اللي خدت بالها ان انا البرس بتاعي كله ملوش دعوه بابو يوسف، فاهم؟ فهم دخلوني بقى ايه في الليله يعني، بس لا خالص، ابو يوسف حد جامد فشخ وهيفضل جامد فشخ يعني. معاك حد بيعرف يمنتج منتجه كده جميله، حاجه عصريه يعني مش حاجه قديمه، وكاميرا تخدم اللي بيحصل بس، فاهم؟ في الاول يعني لو كمرتني يبقى انت كده جامد قوي. هو مش غرور وربنا ولا في اي حاجه من الحاجات دي طبعا يعني، انا بتكلم معاك يعني عادي،
بس انا ما بحبش صنف نفسي رقم، انا اعلى من رقم بكتير، ما بحبش حد يصنف نفسه رقم اصلا، اللي يصنف يصنف براحته عادي جدا يعني. لا انا كل اللي اشتغلت معاه ما ندمتش بصراحه طبعا يعني، بس هو كان مهاب طبعا يعني، هو الوحيد اللي انا كرهت واتخنقت ان انا اشتغلت معاه اصلا. انا عملت له فوق ال 100 بيت، فوق ال 100 بيت في وقت قصير جدا، حتى هو كان مصدوم وبتاع والكلام ده، حتى تقدر تسال كابوس يعني في الحوار ده، في كام بيت عندي بتاعي ليه عند كابوس موجود لحد دلوقتي لسه على الاجهزه، ياما يعني. بس هو ده الوحيد اللي انا ندمت ان انا اتعاملت اصلا معاه. ايوه طلع قال ده مش الاكونت بتاعي واكونت فيك وبتاع ومش عارف ايه الشغل الخرا دي. لا انا ما زهقتش عادي جدا يعني، انت اسئلتك كويسه يعني واسئلتك حلوه ومفيده اصلا يعني. عادي انا مش عارف بس اتكلم، المشكله ان انا في العربيه فاهم انت، والدنيا شغاله فاهم. اسمع يا ثابت انا على وضعي، ايه عامل علقم من نفسي بارتي، ايه نصكوا لافت بيكوا سجارتي، نصكوا التاني اضعف من ان افكر فيكم وسلك بيكوا حنجرتي. نيكس جارا بي لازم تبقوا تحت التوتال ميك زون واي، الفاشل ده بيشتمني الكابتن ده بيحسدني، انا اللي هو في مجالكم متصدر لا تكلمني. ايه باتيس توتا از روفلس نيجا وانا فاك يو وابا فيل سو ماتش بيتا، عادي مش بشوفكوا انكم معضله، ماسك في المبدا مش بلعب في الديره، رابر حصاله بيطمح عن اصاله، بتعيط في اوضتك وانا بضحك في الصاله، مزيكتي بتحرك في عالم فوابير بني ادمين من نيجيريا او جي اما هو تو سيريس، باتيس توتا مش بياكل من الكلام اللي بيتقال في الشتات، مان يو فاكين ايريت ساكن فوق في الساحات، بصر مش شبايه بعمل داب بيتش السكة ده تراب، الإدارة عندي فلوس سواك، أنا سألكم سواك البابور من البيج ماك، لو شو أجاك تيجي بيفترك هتصدق من تحت تهاب، كابتن صاحبتك بتسوقها كورتك لو جاتلي أخرمها، جاية لترمي على الأرض وهدومها صاحبي اتعلم تشكومها.